إلى أين؟ لا يغير الملك عادتك معي، فلا تخرج من عندي حتى نشرب اللبن الممزوج بالعسل معا على مجرى العادة، وقد أمرت به، فما يلبث أن يأتي به الخادم. وهؤلاء الذين ينتظرون في مجلسي أول لقاء معي بعد توليتي؟ السلطان لا يعتذر من أحد، دعهم ينتظروا، فذلك أدعى إلى التوقير والمهابة. ولا تسرف في التبسط واللهو فيستهين بك. أنت تقولين هذا وكنت تأخذينه على أبي رحمه الله. المهابة غير الترويع والبطش، ثم إن الحال قد تغير الآن، وقد صرت السلطان، ولكل منصب رسومه. دعيني أخرج، فلا أدع سبيلا للمقالة. إذا خرجت وأنا مغاضبة لك فلا تطرق بابي حين تعود في الليل. إذا أخلعه وتنبه الخدم والحرس. أين ذاك اللبن؟ استعجله. خلاصة القول أيها السادة، أني سأمضي بكم على سنة أخرى غير التي ألفتم، فأقدم العفو والمعروف وحسن الظن ولين الجانب، فلا آخذ أحدا بالظنة حتى تقع عليه الحجة ومناطها عند القاضي، ولا أنزع يدي حتى ينزع الآخر. وهذا عهدي لكم، وهذه يدي تصافحكم عليه. سيدي ومولاي، صاحبي وأخي. أخيرا بعد أن يئست من الشفاعة والشافعين. العفو يا سيدي، أنستني لهفة اللقاء. أحسن الله عزاءكم على أن هناءنا بتوليك يمحو العزاء المقدم. ألا تسلم على أبي الوليد وابنه أبي بكر؟ هذا ولدك؟ هل ورث نبوغ أبيه في الشعر؟ ليس له في الشعر إلا تذوق. على كل حال، لو كان الشعر وحده ما يبلغ الرجل غايته لساد الشعراء كلهم، وكان رسولهم الذي لا ترد شفاعته إلا أن يكون معه غيره، العقل والفؤاد والصبر على المكاره ومقارعة الرجال. إذن لنا يا سيدي. قد كبر أبو الوليد، أليس كذلك؟ ألم ترى خطواته الثقيلة؟ قد كان نفيك عقوبة لي بقدر ما كانت لك. قد انتهى هذا الآن، ولسوف تجد عندي عوض تلك المحنة. إن شئت النصيحة من صاحبك وأخيك وصاحب سرك ابن عمار، فأول ما أنصح به أن تقصي رجال أبيك وتقدم مكانهم رجالك. لا أقول ذلك لغرض في نفسي، لا، معاذ الله.
ولكني أقدم ما يصلح ملكك. وكذلك فعل أبوك من قبل برجال أبيه، لا أعني البطش والنفي والتشريد معاذ الله، بل تكرمهم وتردهم إلى بيوتهم بأعظم الهدايا كفاء ما بدله أيام أبيك. فقد احتملوا، لا تؤاخذني بالقول الصريح يا سيدي، ولكنك تعلم أن العمل مع أبيك كان كما قال ابن زيدون في بعض أصحابه، حالي معه كمن يمسك الليث من أذنيه، لا يأمن أمسكه أم أفلته. أو قد قالها؟ ولم يخطئ، فقد كان والله كذلك، وهذا كان أقرب الناس إلى أبيك، فكيف بغيره؟ خلاصة القول يا أبا القاسم أن لكل دولة رجالها، ورجال العهد السابق ألفوا طرقا وشابوا عليها، فلا يسعهم الخروج منها إلى غيرها مما يوافق العهد الجديد، فيصيرون عبئا بدلا من أن يكونوا ظهرا. والعامة، العامة تريد أن ترى للحكم وجها جديدا يفارق سابقه، ولا يكون ذلك مع الوجوه القديمة. إلا ابن زيدون يقدمه عندي الشعر وحسن التدبير وصلة قديمة لا نقطعها أبدا، إلا أنه لن يكون عليه أن يمسك مني بأذني الليث. ولكن نعم، نحتاج فيما عدا ذلك إلى عزيمة الشباب وتفتح عقولهم على الحياة والطرق الجديدة كولده أبي بكر. وولده أيضا؟ ألم تكن تحثني على استعمال الشباب؟ وهذا واحد منهم وقد توسمت فيه خيرا كبيرا. وإلى ذلك فقد أفاد من تجارب أبيه، فجمع أحسن القديم وأحسن الجديد ونبر أباه به، وفي الأثر احفظ ود أبيك، احفظ ود أبيك. عمار، لن يسمو أحد إلى منزلتك عندي، وفي أعمالنا متسع، فاختر ما شئت منها.